الو، ايوه يا فندم، انا امين عباس. نعم، اهلا وسهلا، لكن ممكن اعرف مين حضرتك؟ طيب خلاص، اهلا وسهلا، هكون في انتظارك، مع السلامه. وده ممكن يكون مين ده؟ ايه خير يا امين؟ فيه ايه يا ابني؟ ابدا يا حاج، لكن اللي كان بيكلمني دلوقتي بيقول انه عايز يشوفني ويقابلني هنا في البيت. لا، هو بعد 10 دقايق هيكون عندي، ورفض يقول هو مين او يعرفني بنفسه. تلاقيه واحد من اصحابك، حكم انت اصحابك وحبايبك كتير وجاي. لا لا لا، ما افتكرش يا حاج يكون واحد منهم. امال هيكون مين يا ابني؟ معرفش، الصوت مش غريب قوي، لكن ما قدرتش احدد ممكن يكون مين بالظبط. طب وما قالكش عايزك في ايه وفي وقت زي ده؟ ده احنا بقينا بعد نص الليل دلوقتي. بيقول عايز يعملها لي مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه دي اللي في نصف الليالي يا امين يا ابني؟ بس واضح انه يعرفني كويس، وكويس جدا. على العموم انا في اوضتي، ولما يجي حضرته حتى لو كنت نايم صحيني. تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا حاج. البني ادم اللي من النوع ده يقلق وما يطمنش، ومحدش عارف ايه اللي هو جاي بيه او جايبه معاه. يعني ما تتصلش بحد الا اللي اقولك انا اتصل بيه، مفهوم؟ اوكي. ومش اي حد يتصل بيه، تديله معادي يقابلني فيه زي ما عملتها قبل كده. اوكي. ودلوقتي ممكن تمشي يا فتحي. بقولك ممكن تمشي، انت مستني ايه؟ وحضرتك ممكن تسوق العربية بنفسك وتروح المشوار ده لوحدك؟ ايه، خايف عليا اتوه ولا توه؟ العفو يا باشا، لكن بقولك ايه، لو حبيت انت تتوه يا سي فتحي انا ممكن اتوهك. فين مفاتيح العربية؟ اتفضل حضرتك. على فكرة يا باشا، الست هانم اللي اتصلت من يومين اتصلت النهاردة. مش وقت الكلام ده. اسف يا فندم، بس انا عندي معاد دلوقتي ولازم اروحه. ايوه، لكن صدقني يا جابر بيه، بقول لك روح نام يا فتحي. ايوه، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. امين افندي عباس موجود. معقول هو انت؟ ايه، مشبهش ولا مشبهش يا امين يا عباس يا زايد؟ جابر كسباني. تكسب بالحضن، بالحضن يا جابر. ادخل الاول. ما اتغيرتش يا امين يا عباس. بس انت اتغيرت كتير يا جابر يا كسبان. يبقى انا صح وعشان اكون انا غلط. انت طول عمرك ومن ايام الثانوي يا امين لا صح قوي ولا غلط قوي، ويمكن ده اللي خلانا نبقى اصحاب يا جابر ولحد دلوقتي. طمني الاول، فين بقى الشله القديمه؟ فين نديم؟ احمد نديم المرسي لسه برضه فرحان باسمه؟ ما تقولش يعني الكونت دي مونت كريستو. احمد نديم دلوقتي بقى مدير اداره قد الدنيا، ومتجوز وحريف طاوله وبيشجع الاهلي. والمعجبان ابو قصه ابن حاره خد الجميل. تقصد رجب؟ ايوه، رجب الرهواني. ازيه؟ كويس، ورث محلات البويا والدهانات عن ابوه الله يرحمه، وهي ماشيه حبه فوق وحبه تحت، وبنتقابل وبنشوف بعض لحد دلوقتي على الاقل كل يوم خميس. واتجوزها؟ اتجوز مين؟ سعاد. سعاد باهي. اتجوزها وعنده بنت منها زي القمر، ودخلت الجامعه السنه دي او يمكن السنه اللي فاتت. اكيد طالعه لامها، طالعه لسعاد. الحمد لله على السلامه يا جابر. عايز اشوفها يا مين. تشوف مين؟ اشوف الشله كلها كده على بعضها، انت واحمد نديم وابن حاره خد الجميل رجب الرهواني. بس كده؟
خلاص يا عم، انا حديهم خبر انك رجعت مصر وعايز تشوفهم وتقعد معاهم وتطمن عليهم. لا ومش بس كده، امال ايه تاني؟ طب اشوفهم الاول يا امين يا عباس، هاتهم لي. ياه، ده بقاله اكتر من 20 سنة متغرب. ده يمكن ما جاش فيهم مرة واحدة. وايه اللي فكروا بينا والبلد وبعد السنين دي كلها؟ من حقه يرجع يا رهواني وفي اي وقت. يا اخي وانت يعني شايفني بقوله لا؟ ولا اقدر اقوله لا ما تجيش؟ ما يرجع حد حيشه. امين يا عباس، انت قلت انه بقى مليونير وعلى مستوى اول. ايوه يا سيدي، جابر دلوقتي واحد من اكبر رجال الاعمال والمال على مستوى العالم. ده كلامه يعني بتاع بيزنس. بتاع ايه يا سرهواني؟ بتاع بيزنس؟ طب وماله؟ بس بيزنس عن بيزنس يفرق. فيه بيزنس وفيه بيزنس. امال يعني رجب الرهواني بيزنس وجابر السعيد الكسباني بيزنس؟ انت بتهبل بتقول يا جدع انت. انا بهبل يا رجب؟ ما هو مش كل واحد معاه فلوس يبقى والي وله كرامات يا احمد يا نديم يا مرسي. المهم ان جابر كسباني مش بيزنس مضروب يا رهواني. ايه الكلام الخايب اللي بتقوله ده انت وهو؟ جابر صديق قديم ومش عايز يقابلكم ويشوفكم عشان يدخل او تدخلوه في مزاد. جابر جاي وفي تخطيطه اولا ان انتوا اصحابه، اصحاب الزمن الجميل، وجاي يسترجع معاكم وبيكم اجمل واحلى ايام عمره. ايه يعني جاي يفتكر السيجارة الفرط اللي كنا بنخمسها احنا الاربعة؟ طب والله يا جماعة، والله فيه الخير وعمل بأصله. امال تمرت فيه ايام التلمذة والتخميس. بالاختصار جابر جاي نفسه فعلا يشوفكم ويقعد ويتكلم معاكم، ويمكن يكون كمان عايزكم في موضوعات تانية اكتر من كده واهم من كده. ايوة اهي الموضوعات التانية دي هي بقى اللي عايزين نعرفها. ها تشربوا يا اخوانا. ودي صورته. هو ده ابو شعر نازل على قرصه ولا ابو نضارة اللي واقف جنبه؟ بقولك الطويل الرفيع اللي ماسك السلسلة في ايده يا بهيجة اهو. هو ده المليونير ولا الملياردير صاحبكم اللي جه بعد السنين دي كلها من بره يدور ويسأل عليكم وعايز يشوفكم يطمن عليكم؟ هو ده يا بهيجة، هو ده جابر السعيد كسبالي. بتقول انه غاي قوي يا نجيم؟ هو ده الكلام اللي قاله لنا عنه امين عباس. وهو بقى لو يشوفكم وبس ولا يشوفكم ويشوفكم؟ يا بهيجة ايه تكونش فاكرة انه ناوي يفرق علينا دولارات ولا جنيهات دهب؟ يسلط. طب ومال وما يفرقش ليه يعني؟ انت بتخرجي من دول يا اولاد، احنا ناس محترمين. امرت احنا لينا وضعنا الادبي والاجتماعي المحترم المحترم جدا. بس بدك اصحابه. عموما اطمنك يا ست. طب يا ريت، امين عباس قال لنا انه زي ما عايز يشوفنا عايز كمان يتكلم معانا في موضوعات تانية مهمة مهمة جدا. ايوة ما اصله لو شافكوا هتصعبوا عليه. انا مدير ادارة يا هانم. امرس وعلى وش ترقية لمدير عام. طب والنبي عارفة يا حبيبي، لكن حنقول ايه؟ ربنا كبير. بس انت ما تاخدش في نفسك. بقولك انا معرفش عنه حاجة، ومن اكتر من 20 سنة لا شفت ولا سمعت عنه. لكن اهو راجع وعايز يشوفك يا رجب. مش عايز يشوفني لوحدي، عايز يشوفنا ويقابلنا كلنا، انا وامين عباس واحمد نديم. وانت مش عايز تشوفه او تقابله؟ طب ليه؟ مين اللي قال كده؟ طريقة كلامك عنه. اوعي تنسى انه صاحبي يا سعاد. عارفة انه صاحبك، لكن بقى اللي انا مستغرباله انك من يوم ما عرفت انه راجع من بره وانه عايز يشوفك انت وشلتكوا القديمة وانت عصبي ومتوتر ومش طايق تكلم حد او حد يكلمك. ظروف المحل واحوال السوق خانقاني يا بنت الحلال. الظروف والاحوال دي احنا عايشين فيها من اكتر من سنة يا رجب، يعني مش جديد عليك. انت عايزة تقولي ايه؟ لا انا منك ما روحش قبله. انت بتقولي ايه؟ ايوه، ما دمت مش مرتاح للمقابله بناقص منها. ومين اللي قال لك يا هانم اني مش مرتاح لحكايه زي دي؟ تصرفاتك يا رجب. انت بقى اللي بتتصوري وتتخيلي حاجات ما لهاش معنى ولا اساس خالص. انا نفسي اعرف انت بتفكر في ايه. مش كل حاجه تتقال يا سعاد. يعني ايه؟ يعني ايه
يعني سيبيني دلوقتي أرجوك، أنا عايز أخرج بعيد عن هنا أحسن هتخنق. في إيه يا ماما؟ بابا ماله؟ معرفش. أكيد اتكلمتوا تاني عني. اتكلم عن مين يا فاطمة؟ عن الأستاذ صاحب بابا، الأستاذ المليونير أو الملياردير. طب والله العظيم شيء عظيم جدا بقى لوحدة زي كده اللي يكون باباها له صاحب ملياردير زي عمه جابر. صح يا ماما؟ عمه جابر. فاطمة أنا مش رايقالك دلوقت. لا، الغريبة إن من يوم ما طلع لينا عمه جابر ده وإحنا مش رايقين في البيت. طبعا الحسد يعمل أكتر من كده. مش حسد بقى يا ماما. المال كان شعرك اسود وكرت بقى اصفر وناعم، وكنت اصمر وعينيك سودة، شايفك دلوقتي مبيض وعينيك اخضر على ازرق على احمر. اللهم لا حسد. لا وايه، زي ما تكون بتبص لكل واحد فينا بلون. معذور، العولمة تعمل اكتر من كده يا نديم. اللي اطلع اطلع واللي كرش كرش، لكن سبحان الله لسه دمكم خفيف يا اولاد الايه. دي الحاجه الوحيده اللي بتزيد ولا تقلش. والله سلامات يا جابر. يا جابر بيه يا كسباني. يا ولحقت بهونته يا نديم. ابهونه وبشوته امال صاحبي بقى وانا حر فيه يا اخي. امين. ايوه يا جابر. انت متاكد انك قلت له؟ قلت لمين؟ قلت الرجب الرهواني اننا هنتقابل النهارده. طبعا قلت له، وانا مأكد عليه بالتليفون. امال ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ ايه المشكله؟ جايز المشكله مشكله مواصلات. ده احيانا، لكن دايما بتكون المشكله هي الرهواني نفسه. بقول لك كان عايز يجي لك يطمن عليك بنفسه ولوحده. يجي لي بنفسه ولوحده فين يا امين؟ يجي لك البيت يا رهواني. لولاش الوقت كان اتاخر وجاله تليفون من مكتبه وحدد لنا ميعاد تاني نتقابل فيه. لكن قول لي. اقول لك ايه، انت بصراحه كده ما جيتش ليه؟ ابدا ماليش نفس. ايه، مالكش نفس تشوفنا ولا مالكش نفس تشوفنا؟ انا مخنوق يا امين، مخنوق. الديون على اليمين والضرايب على الشمال والسوق واقع. كان الله في العون يا صاحبي. امين. ايوه رهواني. انت تعرف كويس قوي الصداقه اللي بيني وبين جابر كسباني. طبعا، ده انت اللي معرفني بيه واحنا لسه في الثانوي، وكان صاحبك قبلي وقبل نديم المرسي. ومع ذلك ضروري انت بالذات تعرف ان انا نفسيا مش هكون مرتاح قوي لو زارني جابر كسباني في البيت. مش بخل ومش قلة اصل ومش ندالة، لا، لكن مجرد عدم ارتياح نفسي مش اكتر. خلاص يا سيدي، يبقى ضروري تيجي في الميعاد الجديد. لا، والعزومة المرة دي في مكان 5 ولا 7 نجوم. حاجي رجب يا رهواني، حاجي عشان ما تعبهوش ويجيني هو بنفسه لحد عندي. ايه اللي جابك لحد هنا؟ بخاطرك بقى، بدل ما تسألني عليها وعلى صحتها وعاملة ايه ومحتاجة لايه. ايه اللي جابني؟ هي اللي جابتني يا سي جابر بيه. هي اللي طلبت منك تيجي؟ لو النبي يا سجابر، هي لا طلبت ولا قالت. لكن من يوم ما عرفت من اسماعيل افندي بتاع السكة الحديد انك الدلعادي موجود في مصر، وهي نفسها ومنى عينها تشوفك قبل ما تموت، ودموعها قبل كلامها بتقول كده. واسماعيل افندي بتاع السكة الحديد هو برضو اللي دلكم على عنواني وعلى تليفوني؟ يا سلام، وهو اللي زيك يا سجابر بيه حد يتوه عنه او عن عنوانه او فين يكون؟ لا، مالكش حق ابدا. يبقى ترجعي لها. واقول لها ايه؟ تقولي لها جابر مش فاضي للحواديت دي كلها. بخاطرك، بس يعني مش هتقدر كده تلاقي لها ساعه كده ولا كده تجي لها وتشقر عليها وتبرد نار قلبها الملهوف عليك من 20 سنة واكتر. سيئه عليك النبي يا جابر بيه، سيئه عليك النبي. ما تحرمهاش تشوفك يا سي جابر. فتحي. افندم، امرك يا باشا. عندك فك قد ايه؟ انا كنت واصل البنك وهرجع ما فيش ربع ساعه. ولو اقول لك الفك المصري عندك قد ايه يا فتحي؟ يعني مش كتير، لكن 1000 أو 2000 ويمكن يكون اكتر شويه. اديهم للحاجه. اتفضلي معايا يا هانم.
تتفضلي يا هانم. شي جابر دي، انا كنت ناوية باذن الله ارجع لها بك انت، مش بالفكة كلها اللي عندك دي. اكيد هتكون محتاجة لهم. لا، هي محتاجة تشوفك، وعشان كده انا لا هاخد الفكة ولا هقول لها انك مش فاضي تيجي تشوفها. رجب ابو المعاصي الرهواني، ده ايه الهنا ده كله؟ وحشني يا رجب، وحشني قوي قوي. ازيك يا جابر يا كسبان؟ انت عامل ايه يا رهواني؟ الحمد لله، اهي ماشيه. صحيح ما بتجريش لكن ماشيه. ها وانت يا جابر عامل ايه؟ لا عامل ولا فلاح، عامل مليونير ومريح دماغه، عامل فلوس كده بقى. ويبقى ناقصنا سجارة فرط نخمسها سوا. ايوه، واول مرة تحب يا قلبي بصوت العندليب الاكرد جابر السعيد كسباني. قد ايه كنت محتاج للكام حقنة دول في العضل يا جدعان؟ في العضل ولا في الوريد؟ في العضل وفي الوريد وفي النخاع وفي الزمان والمكان يا نديم. وفي المليان؟ وفي المليان. عايز تقول كتير يا جابر. باين عليا يا رجب، مش كده؟ امال والصب تفضحه عيونه. انت فين يا امين يا عباس؟ مش سمع صوتك. طب مش لما يجي عليا الدور يا جابر؟ يبقى مفيش غير مشروع استثماري كبير في الزراعة في الصناعة في السياحة. امال الاستثمار مطلوب جدا، مطلوب على مستوى العالم. طب وليه ما يكونش مشروع خيري، مؤسسة خيرية كبيرة ويخصص لها ميزانية ضخمة؟ والمفروض كمان أمين. أمين انت مش عايز تقول حاجة دلوقتي؟ لا بصراحة، الدور اللي انا عايز اقوم بيه يا اخوانا اكبر كتير من مجرد مشروع استثماري. يبقى العمل الخيري. وبرضو اكبر كتير من فكرة العمل الخيري. لا لا، الدور اللي مطلوب مني اكبر واهم واخطر. انا عايز اعمل حزب. ها انت تعمل ايه؟ عايز اعمل حزب سياسي جديد. حزب سياسي ازاي يعني؟ ايوه يا اخي، نفسي اعمل حزب. والله الفكره في حد ذاتها مش بطاله. لا وايه، جريئه امال، غير متوقعة اطلاقا منك انت بالذات يا كسباني. ايوه بس انا بتهيألي الموضوع مش سهل يا جابر. وبرضه مش صعب يا رهواني. عموما انا درست الموضوع كويس جدا وسألت واستشرت اساتذة كبار. يبقى خلاص مفيش مشكلة. وسميته ايه يا جابر؟ قبل ما تختاروا اسم للحزب حددوا اولا الاتجاه العام او الخط السياسي الاساسي للحزب. ده كلام مظبوط يا امين. انا من رأيي ما دام احنا في مهمة وطنية وقومية ان يكون الحزب دعوة الى تخليص المجتمع من كل الشوائب السلوكية الوافدة والدخيلة والمتحمة. الله الله، انت بتقرا من ورقة يا نديم. وماله يا اخي وماله، رؤساء وملوك بيقروا من ورقة يا امين يا عباس. انا بقى شايف غير كده يا جابر. تبقى تقول اللي انت شايفه يا رهواني. يعني ضروري ولابد يكون الحزب ده هو الطريق نحو المزيد من النقاء والمزيد من النقاء، ويبقى شعاره وشعار كل عضو فيه النظافة. رهواني النظافة؟ أيوة النظافة والطهارة والعفاف. ومش بس كده لا، ويكون أعضاؤه في حكم المعقمين. المعقمين؟ أيوة المعقمين، ضد الندالة والفساد والانحراف والتلوث من كل نوع. حلوة أوي أوي أوي، حلوة عجباني جدا حكاية المعقمين دي. الأعضاء المعقمين والعضو النظيف المعقم. مش ممكن مش ممكن، فكرة بألف مليون دولار. حزب التعقيم؟ لا 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 لا، حزب المعقمين أو الأحرار المعقمون، منتهى الإثارة. الاسم فعلا جديد، يشد يروش يروش ويخبط في الود. واندرفول، اسمك اسم مثير يا نبيل، مثير مثير وخطير. ولا يعني بصراحة انا لسه مش مستوعب حكاية التعقيم ولا المعقمين دي، ومش فاهم بقى اذا كان الكلام ده جد ولا تهريب. اسبوع او اكثر وما تقابلناش، كل واحد مننا عنده ظروفه، حتى انت يا جابر. امال مفيش كلام. وانت يا رهواني؟ انا ايه،
فينك؟ في الدنيا. ولوحدك برضه؟ يعني يبقى حاجة من اتنين يا سيدي، يا تاخدنا معاك فيها يا تيجي معانا في الدنيا اللي احنا فيها. احنا لا مؤاخذة يعني جايين الليلة دي نتكلم في الدنيا وعن الدنيا، ولا في الحزب ولا عن الحزب؟ امين عباس مش متحمس له، لكن ما بيقولش لا، ومش هقولها الا في الوقت اللي هختاره يا نديم. وانت يا رهوان؟ يعني هقولها مرتين. دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاه يا امين يا عباس. المفروض نجمع ونجمع ونحدد اسماء الاعضاء المؤسسين للحزب و امال ضروري وحتمي اختيار الاعضاء المؤسسين وتحديد صفاتهم وطبعا المفروض كمان نتاكد من الـ من الـ الـ البتاع ده. ايوه البتاع دي انه بتاع يا خواجه التوليفه قصدي 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 التقسيمه. شاور لنا انت بس عليها واحنا هنقولها لك يا كسبان. التوليفه يا اخي او الخلطه التشكيله يعني المطلوبه لتاسيس الحزب. انت قصدك الاعضاء الفئات والاعضاء العمال؟ هو ده رهواني، هو ده. ما فيش مشكله يا سيدي، انا بقى عليا الفئات والنص التاني على الرهواني وامين. موافق يا رهواني؟ موافق. انا بقى مش موافق. لو اعرف انت ممكن توافق على ايه يا امين. هتبصم عليه وبالعشرة. لا هرفضه. انا لا رفضت ولا قبلت فكرتي. مش بتقولي كانت قدم لك قبل جوازك من رجب؟ ايوه انا عرفت وقتها من امي الله يرحمها ان واحد اسمه جابر اتقدم يخطبني وبابا ما وافقش عليه. ولا كنت شفتيه او اتكلمتي معاه في عرض؟ اهو كابتن شبان الحي اللي ممكن عيني تقع عليه. لكن صدقيني ده انا ما اقدرش حتى اديكي امارة عليه. واقسم لك يا فكرية ان اسمه لما اتقال في البداية انا ما كنتش اعرف انه جابر. جابر اللي كان اتقدم لي واترفض من بابا. طب وايه المشكلة يا سعاد دلوقتي؟ اللي اسمه جابر كسباني ده بقى يا ستي صاحب وصديق لرجب زي ما قلتلك. برضو فين المشكلة؟ ما هو رجب مع الاسف مش قادر ينسى بينه وبين نفسه انه اتجوزني. اتجوز اللي كان جابر اتقدم لها يخطبها واترفض ومن اكتر من 20 سنة. طب وانتي مالك بالحكاية دي كلها من اولها لاخرها؟ بصراحة واللي انا حاساه ان رجب يعني مش مفتاح لرجوع اللي اسمه جابر ده وظهوره مرة تانية في حياته. دي مشكلة رجب بقى، لكن ده بقى مشكلتي انا، مشكلة سعاد اللي لازم تعيشها وتواجهها وتبقى قدها. وبالنسبة للي اسمه جابر انا لا عرفت ولا كلمته ولا حتى كان ليا رأي فيه في اي يوم. يبقى بصراحة بقى ملكيش دعوة باللي بينهم. ما هالحكاية ان اللي بينهم يا فكرية وباختيارهم هما هي سعاد باهي، هي انا يا فكرية. ده انا عندي اهاديتي بيه يا جلال. هو نديم جوزك قالك حاجة بخصوص يا بهيجة؟ ونديم هيقول لي ايه يعني بخصوصك يا بنتي؟ يعني جايز يكون بدأ يتضايق من وجودي معاكم هنا في البيت. اخفى عليك يا جلال، عيب يا بنت، عيب قوي تقولي الكلام ده. طب ده نديم بيعتبرك زي اخته الصغيرة ولا بنته؟ احنا ما جبناش ولاد، وانت في حكم بنتنا. لا وايه، بنتنا الوحيدة. الله، امال ليه زي ما تكوني عايزة تخلصي مني والسلام؟ انا اخلص منك يا دلال؟ اهو عايزة تجوزيني ودلوقتي وقبل بكرة. وهو لولاش العريس لقطة وفرصة ما تتعوضش. كنت كلمتك ولا فتحت معاك ست الجواز اللي انتي مش عايزة تفتحيها من يوم ما اتفسخت خطوبتك من 3-4 سنين؟ والعريس ده بقى يعرفني؟ شافني؟ لو على المعرفة يعرفك، لو على الشوفان يشوفي. بس انتي واثقي. ويا ترى حضرته بقى طلب منك تخطبي له يا بهيجة؟ يا بنت ده مليونير، مليونير وعازب ومش متجوز وصاحب نجيم الروح بالروح، وناوي كمان يعمل حزب جديد. يا ماما انا مش زعلانة ان بابا قال ان مفيش عيد ميلاد لفاطمة السنة دي. صحيح اتعودت يتعمل لي عيد ميلاد طول عمري، يمكن وانا لسه في اللفة، لكن كفاية جدا يقول لي بابا وتقولي لي حضرتك. كل سنة وانت طيبة يا فاطمة. ما هي ظروف بابا يا فاطمة. لا يا ماما، المرة دي ظروف عمه المليونير جابر كسبان. وظروف عمك جابر بقى مالها بعيد ميلادك يتعمل او ما يتعملش يا فاطمة؟ مش يمكن قال لبابا ما تعملش لفاطمة حفلة عيد ميلادها؟ لا تبقي ما تعرفيش بابا. لا
أعرفه يا ماما، لكن الظاهر بقى إننا كلنا، أنا ولا حضرتك ولا بابا كمان، نعرف بقينا كده إزاي. دايما نكون مكشرين يوم ما طلع علينا فجأة عمو المليونير كسباني ده. حتى عيد الميلاد، عيد الميلاد اللي بستناه من السنة للسنة، بابا أصدر قرار ولغاه. لا يا حبيبتي، حفلة عيد ميلادك محدش يقدر يلغيها، لكن هنحتفل بيها أنا وإنتي وبابا بشكل جديد. وأنا مصمم نحتفل بعيد ميلادها يا رهواني، ومش ناوي أقبل أي اعتذار. كفاية جدا إنك قلت لها كل سنة وهي طيبة. أنا هعزم أمين عباس وأحمد نديم والمدام بتاعته، ودي انت خبر للمدام والفاطمة، ولا كلمهم وعزمهم أنا بنفسي؟ والله أنا شايف إن الظروف مش حلوة. أنا اللي هعزمهم بنفسي يا رهواني. لا لا لا، أنا حديهم خبر وأشوف رأيهم وأرد عليك. يوم الخميس الجاي هنحتفل كلنا بعيد ميلاد فاطمة، وفي أحلى وأشيك مكان في البلد. المال طبعا كتير يا عمي، انتي خالص خالص خالص. دي اقل هدية ممكن اقدمها لك يا ناني في عيد ميلادك. بس انا اسمي فاطمة يا عمو، مش ناني. لا، ناني اسم لايق عليكي اكتر كتير. انتي ناني. وفاطمة مال وكسباني. لا، وفي منه على دلع جانب ليه. طماطم طماطم طمطم. اسم فاطمة ده على اسم ام الله يرحمها. ايوه، واحنا تعودنا عليها فاطمة ومن غير دلع كمان. لا ويا سلام كمان لما اقول لها كل سنة وانت طيبة يا فاطمة. وانت يا ناني؟ ايه يا عمو انا ايه؟ عندك ماني هقولك ناني؟ اطلاقا اطلاقا يا عمو. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. حضرتك طيب يا عمو. كل سنة وانت طيبة يا فاطمة. يلا بينا بقى عشان نلحق المواصلات يا بهيج. يلا. كل سنة وانت طيبة يا ناني. حسنا جاهزة في الدولة. توفيق جابر زين. تصبح على خير يا جابر. لا 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 لا، العربية هتوصلكم. ناني. أي أي يا عمو. كل سنة وانت طيبة يا حبيبي. ميرسي يا عمو ميرسي. العربية في انتظاركم. مع السلامة. باي مع السلامة. مع السلامة. تصبح على خير يا جابر. لا. استنى يا امين، انا عايزك بس الوقت متاخر. هي ما جاتش ليه؟ هي مين؟ سعاد. انه سعاد؟ سعاد داهي. فاطمه بنتها قالت لك انها بتعتذر لان عندها دور انفلونزا. تفتكر يكون الرهواني منحها تحضر الحفله؟ ما افتكرش. يعني هي اللي رفضت تيجي؟ هي مين يا جابر؟ انا بكلمك عن سعاد يا امين. يبقى بنتكلم عن حاجة ملناش أي حق نتكلم عنها. سعاد جزء من عمري. لكن أنت مش جزء من عمرها يا جابر. طب أنا بسأل عنها زي ما سألت عنك وعن نديم وعن الرهواني. يبقى المفروض بقى تسأله هو عنها. أسأل مين؟ صاحب الحق في الكلام عنها يا أخي. الرهواني هيفهمني غلط. وسؤالك عنها وبالطريقة دي وبعيد عنه برضه غلط. الشيء اللي محيرني يا أمين إنك زيك زيهم بالظبط، رغم إنك مثقف وكاتب، لكن مساحة الحرية عندك ومساحة الرأي شبه معدومة. عشان بختلف معك وحتى اسلوب المناقشة. لاحظ اني لسه ما اعترفتش بقانون من قوانينك. يبقى عمرك ما هتتغير يا امين. لكن لو اتغيرت هتغير بالقانون اللي انا اختاره. قلتيلي بقى يا اسماعيل افندي. وحزب يعني انتخابات ويوفك وهبتيفة وشغل السياسة ووزراء وقوانين. وهو ده اللي بيعمله بسلامته سجابر بيه؟ ايوة، الجورنال كاتب عنه يقول كده يا نعمات. طب يا اخويا، مش كان بدل اللي اسمه الحزب اللي بيعمله ده كان يخطف رجله ويجي يعمل طيب ويشوف امه ويسأل عنها ويطمن عليها؟ ما هو يعمل ده يعمل ده، وصاحب بالين كذاب. وهو لما يعمل طيب ابرك له من انه يعمل حزب. قول لي بالحق، انت عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ في التوكيل اللي هتعمله الست محروسة للمحامي اللي هيرفع باسمها القضية. الست محروسة صحتها زي ما انت عارفة على قدها، ما تسمح لهاش بالحركة. وانا طلبت يقوم موظف من الشهر العقاري ويجي لحد عندها ويعمل لها التوكيل ان شاء الله. طب والنبي، انا لو منها ولا شغل نفسي بيه، قال على رأي الناس
قلبي على ولدي مفطر وقلب ولدي علي حجر. لقيت نفسي قريبة من مكتب حضرتك، قلت أسلم عليك. وأنا سعيد جدا إني شفتك. مكتبك شيك جدا يا عم. ما كنتش متصورة إنه ممكن يكون في الفخامة والشياكة دي كلها. ناني. أيوة عم. تعرفي حبيبتي إنك صورة طبق الأصل من سعاد. أقصد سعاد هانم. سعاد؟ ماما؟ أنتي سعاد هانم يا ناني وهي في نفس سنك، يمكن من حاجة وعشرين سنة. حضرتك تعرف ماما كويس؟ أكيد. شفتها يا راني يا عمو؟ طبعا. غريبة. غريبة ليه؟ لا مش قصدي. إزايها؟ زين ماما؟ كويس؟ وبابا عامل إيه؟ حضرتك بقى بتشوفه أكتر مني. طبعا هتقولي لماما إني جيتي هنا وشرفتي مكتب عمو جابر. عمو؟ أيوه يا ناني. انت مش هتزورنا؟ ازوركم فين؟ في بيتنا طبعا. قريب جدا هكون عندكم في بيتكم. وبالمرة تشوف ماما وتسلم عليها. طب دي هتفرح جدا بزيارة حضرتك يا عم. الله، انت ايما رايحة فين؟ اتأخرت بقى، وبعدين المواصلات في الساعة دي بتبقى شيء فظيع. لا 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 لا، مواصلات ايه؟ استني انا جاي اوصلك كده. ماشي يا عم. فتحي أجل كل المواعيد النهاردة. يلا صباح الخير يا فتح. صباح الخير يا أمين بيه. الباشا مشغول ولا عنده ضيوف؟ الباشا مش موجود في المكتب وبيعتذر لحضرتك لأنه هيتأخر شوية. ليه؟ هو لسه منزلش من الأوتيل؟ لا، هيستقبل ناس في المطار، لكن هيرجع المكتب وطلب مني أبلغك تنتظره لأنه عايزك ضروري جدا. لا معلش، أنا همشي دلوقتي وحب أتصل بيه بالتليفون. سلام يا فتح. أمين بيه. أيوة فتح. ممكن تديني من وقتك دقيقة واحدة لو تكرمت؟ يا سلام، ثلاث دقايق مش دقيقة واحدة، تحت أمرك. عايز أخد رأيك في موضوع خاص جدا. خير. الباشا جابر بيه كان بعتني في مشوار خاص بيه. كويس، وبعدين؟ ولولاش أنا عارف قد إيه الباشا بيعتز بيك ما كنتش. ما تتكلم يا فتح المال، جابر بيه بعتك في مشوار خاص. وبعدين؟ أنا رحت المشوار ده فعلا. كويس جدا. كان الباشا طلب مني وأكد علي أسلم إسماعيل أفندي الظرف اللي فيه الفلوس وهو يوصلهم لها بمعرفته. لا لا لا، واحدة واحدة علي. إسماعيل أفندي مين وظرف إيه وفلوس إيه ومين دي اللي حيوصلهم لها؟ قال لي مش عايزها تشوفك. اللي هي مين يا فتحي؟ لكن غصب عندي سمعت كلامهم وشفته. وبعدين معاك في الألغاز والفوازير دي، مين هي اللي غصب عنك سمعت كلامهم وشفتها؟ ومش بس شفتها، دي كمان قالت لي كلام أقوله للباشا. بقولك يا فتحي، يا تفسر لي الكلام يا تسكت خالص وتسيب نمشي. ولو عرف اني شفتها يبقى وصل له كلامها، وساعتها الدنيا هتتقلب فوق دماغي وانا مش قد زعل الباشا. لا، عن اذنك يا فتح، انا مش فاضي للوغاريتمات دي كلها. امين بيه، امين بيه. انا شفت الست الهانم. الست الهانم الكبيرة؟ الهانم الحاجة والدة الباشا جابر. مدام سعاد لوحدها؟ انا عمري ما كنت لوحدي يا جابر بيه. امال الرهواني فين هو؟ كان جنبي من شويه وفجاه مش شايفاه. ازيك؟ نعم. تعرفي انا انتظرت اللحظه دي قد ايه؟ حضرتك بتقول حاجه يا جابر بيه؟ لكن كنت بحلم بيها دايما. كل انسان من حقه يحلم. برافو. لكن مش من حقه يفرض احلامه. احيانا بيبقى مضطر. يبقى ضروري يترفض. سعاد. مدام سعاد. واحد شاي ابني وسكر بره. يا سيدي وطي الراديو شويه. يا راجل ده ظروفه ملخبطه وعليه ديون متلتله وحجوزات ويطلع لي رحله شرم الشيخ. الرحله على حساب جابر كسبان يا نديم. يبقى ما كانش يعمل ابو زيد الهلالي ويرفض مساعده جابر. لا، وقال ايه؟ يزعل مني ويتحمق.
عشان لمجرد ان انا اتكلمت مع جابر عشان يساعده ويقف معاه في ازمته. الرحله لشرم الشيخ يعني ممكن تكون فنجره ومش مساعده او اعانه. ما تفرقش يا سيدي، تشحات رغيف فينو ولا رغيف عشماله دي. وعشان كده بتستنى انت التورته. انا ما بستناش، ما بستناش حاجه يا امين. تبقى عبيط. ايوه انا اسماعيل افندي سكر، اي خدمه؟ اللي انا شفتك فين يا سيدنا الافندي؟ شفتك فين؟ شفتك فين؟ بس انا شفتك يمكن عند جابر بيك يا سبان. ايوه افتكرت. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اسماعيل افندي. جاي من طرف حضرتك؟ هو اللي بعتك يعني؟ لا، امال مؤاخذه جاي ليه وجاي لايه والمين؟ يا اهلا يا اهلا. تشرب شاي ولا قهوه جابر بيك؟ لا 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 لا، شكرا شكرا يا بهي هان نديم. طب عن اذنك تعالي يا جابر. خير خير يا جابر. شوف الورقه دي. ايه دي؟ ورقه ايه دي؟ انا اللي عايز اعرف منك. دي ورقه محضرين. الله، دي صحيفه دعوه. صحيفه ايه؟ صحيفه دعوه يعني قضيه. الله، انت استلمتها امتى؟ فتحي هو اللي استلمها النهارده الصبح. ده اعلان لحضور جلسه. انا مش فاهم ايه اللي مطلوب بالظبط. جابر. ايوه يا نديم. وانت من يوم ما رجعت ولحد دلوقت ما شفتهاش؟ لا. وهي بتطالب بحقها انها تشوفك يا سيدي. بحقها؟ امانت وبحكم محكمه. الله، انت هونت ليه؟ انا ماشي يبقى حصلني على المكتب. انا هي كانت لسه عايشه يا جابر. الباب فين يا نديم؟ ما تستنى، بس استنى يا اخي وانزل معاك. لا لا لا، حصلني انت على المكتب، انا هسبقك، ما تتاخرش عليا. مش هتاخر يا سيدي. مع السلامه. ايه في ايه؟ ماله صاحبك؟ كان عايز منك ايه ومتلهوج ليه؟ شيء غريب. اللي هو ايه ده بقى؟ طب ليه؟ لا بقى لا، ده انت تقعد كده وترسيني. اقعد يا ست انت، اقعد ايه؟ لا انا هلبس وانت الحال، انا حصله على المكتب. امال فكنت بتمضيهم يا فتحي؟ امضي مين يا باشا؟ اللي كنت بتوصل لهم الظرف اللي فيه الفلوس. اسمعيني يا فندي. ايوه بتاع السكه الحديد ده. انا قلت لحضرتك انهم رفضوا ياخدوا الفلوس. بس انت عرضتها عليهم. حصل يا باشا. فتحي. ايوه يا باشا. ده ممكن تكون شاهد. شاهد؟ شاهد على ايه وعلى مين؟ على انهم رفضوا يستلموا منك الفلوس اللي انا بعتها لهم. وانا انفع اكون شاهد؟ وما تنفعش ليه؟ انا بشتغل عندك يا باشا. انت هتقول الحق واللي حصل فعلا. لو على الحق يتقال، لكن ايه يا فتحي؟ السلام عليكم. اهلا يا نديم، تعالى خليك انت بره يا فتحي دلوقتي. حضرتك موجود في المكتب؟ لا. اوكي. ابدا مش موافقه، وصعبت عليها روحها لما قال لها اسماعيل افندي انها هتشوفه وغصب عنه وبحكم المحكمه. اتسلقت في العياط وهي عينيها لا مستحمله بكا ولا عياط. ده احنا جبنا لها الدكتور في ليلتها. لا وايه، مفيش على لسانها غير انا اشوف ابني غصب عنه، اشوف ضنايا وحيدي بأمر قاضي وبحكم محكمة. أنا أدخله محكمة وأكسر نفسه وأهينه. خايفة عليه يتهم من شويش ولا صلة مؤاخذة. وجابر بيه عرف بحكاية القضية دي؟ أيوة أمال، عم إبراهيم أفندي بتاع المحضرين قال لي إن الإعلان وصل له. أكيد عرف بميعاد الجلسة. بس بقى الست محروسة أم جابر، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. حلفتني على المصحف وحلفت إسماعيل أفندي كمان اننا نفض سيره المحكمه دي خالص وما نمشيش فيها ابدا ونصبر عليه، ربنا يهديه ويحنن قلبه عليها. طيب وانتوا ناويين على ايه؟ هنعمل اللي يرضيها واللي تقول عليه ويريح قلبها. الا انت مالكش كلام معاه يا سي امين افندي. ده صاحبه يا نعمات. ولو ان الحكايه دي مش جايه على نفسي، لكن ما دام لك كلام معاه ما تكلمه يا اخوي، كلمه الله يسترك. انا هكلمه طبعا، بس بشرط ما تسيبوش القضية. لا دي محلفانة. لكن ما حلفتنيش أنا. يعني إيه؟ يعني ما حلفتوش يا إسماعيل أفندي. وعلى رأي المثل، إيه اللي ما تجيبوش الحنية
تجيبوا الحقانية. بقول لك ايه يا بنتي يا دلال، لاحظي ان انا عايزه انزل بسرعه الحق الندوه بتاعت البنك. ها طب بقول لك ايه، قولي يا بهيجه. نعم عايزه تقولي ايه؟ مش طلعت لام وغلاوتك طلعت لام يا حبيبتي. هو مين ده اللي طلعت لام يا بهيجه؟ بس الكلام ده بيني وبينك، نديم محلفني ما اقولهوش لمخلوق. بس انت بقى حاجه تانية. يعني ايه بقى انا حاجه تانية؟ يعني انا مش مخلوق ولا ايه؟ استني بس. قال ايه؟ طلعت لي بسلامته ام ولسه تشوفه ومن 20 سنة واكتر كمان. الله، ثم تشوفه. ايه القضية؟ يوه، مين اللي قالك؟ قالي ايه؟ انها رفعت قضية. ايه؟ معقولة تكون عايزة نفقة؟ ام المليونير جابر بيه الكسباني بتطلبه بنفقة؟ مش نفقة، لا، رؤية. إيه؟ عايزة تشوفه وبحكم المحكمة وبالقانون. لا، الراجل ده مش طبيعي ابدا. طبيعي ازاي يعني؟ تصرفاته، طريقة تفكيره، ولا الحزب اللي بيفكر يعمله، والام اللي ما شافهاش من 20 سنة، وكمان والرحلات والحفلات اللي بيعملها والهدايا اللي بيقدمها والحفلة اللي محدوفها على سر هواني ومراته سعاد هانم والمحروسة الناني ولا فاطمة بالطب. اهو بشكل عام كده مش طبيعي. وهو لو كان طبيعي كان قال لا الوحدة زي. قلتلك 100 مرة يا بهيجة انا ما اسمحلوش لهو ولا غيره يقولولي لا. انا اتعاملت معاه على انه ضيفكم وبس، ولو فكرت اتعامل معاه كعريس كنت هزعل منكم قوي وهزعل اكتر من نفسي. ايوه امال، لكن هو ما يشوفش امه ليه بنت يا دلال؟ مش بقولك ان هو مش طبيعي، انسان مش سوي. واللي مش سوي ده ممكن يأذي طبعا. امال ايه؟ طبعا ممكن يأذي. لا وايه؟ ممكن يعدي كمان الشر بره وبعيد. تعرفي ها، بس لو ما كانش مليونير وفلوسه كتيرة وحيعمل نديم جوز اختك راجل تاني، طب والنبي ما كنت كلفت نفسي وعزمته. تربية مش اي حد بالنسبة لي زي ما قلتلك قبل كده. طب وماله؟ ولا انا برضو اي واحدة بالنسبة له. وبعدين ده اللي انا عايزه اعرفه منك ودلوقتي. وعايزه تعرفي ايه ودلوقتي؟ جابر بيه، ايه حكايه جابر بيه دي اللي معاكي النهارده؟ مش فاهمه قصدك ايه. يعني كنت دايما تقولي عمو جابر عمو جابر، بقى جابر بيه ليه النهارده؟ مش يمكن كبرت على عمو دي؟ حتى لو انت كبرتي عليها برضو مش هتصغريه لو قلتي له يا جابر بيه. ماما نعم بصراحه انا معجبه جدا بيه. ايه ده؟ ايه المعجبه دي؟ بعمو جابر يعني؟ بجابر بيه كسبان يا ماما. وليه لا؟ وهو كمان برضه ليه لا؟ هتقولي لبابا طبعا. اقول له ايه؟ المعجبه بجابر بيه. انت عايزاني اقول له؟ ممكن بس مش دلوقتي. امال امتى؟ بعدين. لا بقول لك يا فاطمه، انت وبالراحه كده تفهميني كل حاجه وبالتفصيل. ايه هو اللي ممكن وليه هو مش دلوقتي؟ على فكرة يا ماما مش ممكن جدا تفهمي منه كل اللي عايزة تفهمي منه، بس اللي انا عايزة افهمي منه. وعايزة تفهمي ايه يا فاطمة من امك؟ مين جابر كسباني؟ افتكر انت تعرفي كويس انه صديق عمر لابوك، زميله صديقه صاحبه من هم اصغر منك. لا اقصد بالنسبة لحضرتك. بالنسبة لي انا ولا حاجة. بقول لك البنت مندهشه بيه فكريه بامكانياته وفلوسه وباستعراض المنظره والقبهه اللي حواليه. ايه يعني؟ بتعتبره مثل اعلى ولا مثل اعلى؟ لا دي بتعتبره كمان فتى الاحلام. جابر كسبان فتى احلام فاطمه بنتك يا سعاد؟ ما انا ما اعرفش بيقول لها ايه وبيوعدها بايه، ما اعرفش. وطبعا ما تقدريش تقولي الكلام ده لرجب. اقول له ايه يا فكريه؟ اقول له بنتك عايشه في وهم انها بتحب صاحبه؟ خلاص يبقى انت تتصرف يا سعاد. اعمل لها ايه يعني؟ اضربها ولا امنعها تكلمه او ترد على تليفوناته؟ هيبقى منظري وحش وتصرفاتي تضحك والكل هيغلطني ويلومني. ده غير بقى الطريقه اللي هيفكر بيها رجب. طب ما تحاولي تكلمي. اكلم رجب؟ لا تكلمي جابر كسباني. طب ما هي دي الفرصة اللي جايز جدا يكون بينتظرها.
قصدك انه بيحاول يقرب منك انت عن طريق فاطمة؟ يا ريت الاحساس الخايب ده يكون غلط، لكن عارفة لو ما كانش غلط هيكون لي اكيد كلام تاني. ايوه بس المهم ما يكونش على حسابك او حساب بيتي. لا طبعا هيكون لحسابي وحسابهم، لحسابي وحساب بيتي وحياتي الفكرية. اهلا اهلا يا سيفات، خطوة عزيزة. يا مرحب يا مرحب. الأستاذ نديم يا ست نعمات. وماله يا أخويا، يا ألف مرحب بيك وبس الأستاذ النديم. أنت واقف ليه تملى عليك يا أخويا؟ ما تقعد. متشكر جدا يا حاج. الأستاذ نديم من طرف الباشا. ومال ما فيهاش حاجة. يا أهلا وسهلا. أمال إسماعيل أفندي فين؟ سألت عليه في بيته ما كانش موجود. أنا تحت أمركم. يا ترى نقدر نقابل الحاجة الكبيرة؟ وعشان ايه بقى ان شاء الله؟ عايز اتكلم معاها. وماله بس يعني ما تاخذنيش، هتتكلم معاها فيه؟ لا دي امور خاصة بيني وبينها. وانت يا سي الاستاذ يلي من طرف الباشا تعرفها؟ شفتها؟ تعرف عياها؟ تعرف امبارح اكلت ايه؟ واول امبارح نامت ازاي؟ تعرف ايه انت يا سي؟ يا سلبيه اللي من عنده ولا من طرف الباشا؟ عن الست المجادل، عن ام الباشا، عشان تقولي دي امور خصوصيه بيني وبينها. الله، انت بتقولي ايه يا ست انت؟ ما تقول لها انا مين يا فتحي؟ ما انا قلت لها ان حضرتك من طرفه. السلام عليكم. ابن حلال، تعالى يا اسماعيل افندي، تعالى شوف اللي من طرف الباشا بيقول ايه. ايوه يا استاذ. نعم، اي خدمه؟ فلوس؟ هي مش عايزه فلوس، وهي محتاجه لفلوس. انا جاي بخصوص القضيه اللي هي رفعاها، وهي برضو ملهاش دعوه بيها ولا احنا كمان. قلت ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يوه، يعني خلاص ما عادش في ايدنا. امال في ايد مين؟ في ايد استاذ من طرفكم برضو. عرفنا؟ عرفنا ازاي يعني؟ ايوه استاذ وافندي وبيه زيكم، ومن طرف تجاب البيه. من طرف الباشا. فتحي، يقصدوا مين دول اللي من طرفنا وطرف جابر بيه؟ مش واخد بالي قوي. الله، ايوه من طرفكم ويعرفكم، وصاحب سي جابر الروح بالروح كمان، واسمه سي امين افندي. ايوه، اسم النبي حرصه صيله، سي امين افندي هو اللي في ايده القضيه. امال ايه؟ امين عباس. قلت ايه؟ من طرفكو بقى ولا مش من طرفكو؟ يلا يلا فتحي، يلا بقولك يلا فتحي. انت لازم وضروري تصرحه يا امين. صرحه؟ اقول له ايه بس يا حاج؟ تقول له ايه؟ تقول له بكل صراحه انك رحت وشفت وقابلت واتكلمت مع امه. ايوه بس انا خايف من رد فعله. خايف من رد فعله معاك يعني؟ لا طبعا يابا، لكن يمكن يكون له رد فعل معاها. معاها؟ مع مين؟ مع والدته؟ مع امه؟ جابر ممكن في موقف زي ده يتصرف تصرف احمق او تصرف مجنون. تصرف احمق وتصرف مجنون مع مين؟ مع امه؟ انت بتقول ايه؟ السبب اللي خلاه يبعد عنها ويحوش نفسه، لا يزورها ولا يشوفها ولا يطمن عليها، ممكن يكون هو برضو السبب اللي يخليه يتصرف غلط ويتصرف بغباء. يبقى ما يستحقش انك تعمل حساب لمشاعره او لاي رد فعل منه، ويبقى حرام عليك تكون صاحبه. ولو عرف ان انا اللي بتابع القضية وبصرف عليها لحد ما يصدر فيها حكم، لازم وضروري يعرف. لكن يا ريت ما يعرفش من حد تاني غيرك. ايوه، يا ريت انت اللي تقوله وانت اللي تصرحه وبنفسك. انت ما بتسرقهوش ولا بتخدعه، انت بتواجهه بحقيقة لازم يعترف بيها ويحترمها ويحدد موقفه منها. ويبقى بالتأكيد هتكون نهاية صداقة ونهاية صديق، وجايز جدا تكون النهاية الصح للبداية الغلط. يا أمين يا ابني، بتفكرني يابا بالكلام اللي سمعته من الست نعمات واسماعيل افندي، اللي ما يعرفش يكون ابن ما يعرفش يكون صاحب. طب يشتري الحاجات دي ازاي؟
لازم عندهم فلوس كتير. بس مين الفلوس؟ اسمعوا بيختلفوا ولا بيتراقوا ولا مرتبات سيرس كبيرة والناس مش عارفة تعمل بالفلوس ايه. تضطر بعدها يبقى عنده ثروة بيستمتع بيها لوحده. لا لازم يمتع الناس كمان. أنا قلت لك إنه زي ما يكون راجع وقاصد بيتي وحياتي. ده لو ما كانش قاصد بيوتنا كلنا. بس الأمور اللي زي دي ما تتخدش بالشكل ده يا رهواني، ولا يتحكم عليها بالسهولة دي. أنا ما بحكمش من فراغ يا أمين. أنت مع الأسف بتحكم بالظن. أنت بنيت حكمك على الظنون، والظنون لوحدها مش كفاية. أنا ما ظلمتش حد، لكن بالتأكيد ظلمت نفسك. جابر متصور ان له حق عندي يا امين. حق عندك في ايه وفي مين؟ وسعاد ممكن فعلا تكون مظلومة. لا، سعاد مش مظلومة، لانك اولا ما تقدرش تظلمها، ولا جابر كسبان يقدر يفرض عليها انها تتظلم. انت اضعف من انك تظلمها يا رهواني، وهو اتفه من انه يكون ظالم لانسانة زيها. فمين؟ نعم، انا منسحب من الحزب. أنهي حزب ده؟ الحزب اللي بيعمله جابر. خلاص قول له انك منسحب. لكن حتى لو انسحبت انا من الحزب ده، يا ترى هو حينسحب من حياتي؟ رهواني. ايوه امين، لازم تفهم انك مش مضطر تكون في حزب انت مش مقتنع بيه ولا بصاحبه. وبرضه لازم تفهم كويس قوي انك من حقك في اي وقت ومن غير حمقة ما تاكلش لقمة مش على نفسك. لكن لو ايه؟ يبقى من حقي اقتله. لا، كفاية جدا تقول له لا، وانت قادر عليها وعارف كويس تبدأ منين وتنتهي فين. اهلا وسهلا ست فاطمة. انا يا بربيبي قولي مين؟ مش فاطمة. ما هو برضه بيقول لي دولفين، بس انا مش دولفين. جابر بيه عنده ضيوف في المكتب؟ لا، الباشا على وصول، لسه متصل بيا من دقيقتين ثلاثة في السكة. انت منين يا عمو فتحي؟ من هنا. من هنا فين يعني؟ من هنا هنا؟ ايه، عشان البرنيطة اللي على دماغي. شكلك كده بيفكرني بالخواجات. انا افتكرتك في الاول خايب. الله يسامحك يا ست فاطمة. عرفت برا كده في الخارج كتير يعني؟ اتمرمطت برا كتير لحد ما قابلني الباشا وجابني معاه اشتغل عنده هنا في بلدي. مبسوط؟ كفاية اكون هنا في بلدي يا ست فاطمة عشان اقول الحمد لله. ما بلاش فاطمة هاني دي بقى، ونتفق انت تقول لي مين وانا اقول لك يا دولفي. انا دولفي مش مشكلة، لكن سوري فاطمة الزهراء تبقى ناني ليه؟ مساء الخير. الله، ناني هنا؟ أكيد مفاجأة. افتح لنا المكتب يا فتحي. أوكي. تعالي يا ناني. مين اللي غلطان بالضبط؟ معرفش. ممكن جدا يكونوا هما الاتنين غلطانين. المهم نسألنا. وسعاد، سعاد هاني مش في البيت؟ ماما سابت البيت. وراحت تقعد في بيت جدي. في نفس البيت القديم؟ انت تعرف البيت القديم؟ بيت جدي باهي؟ اعرفه، واعرف جدك كمان. ده انت تعرفني كويس قوي بقى. وبرضو عشان العربية اللي هشتريها لك؟ عشان العربية وعشان التليفون. عشان التليفون؟ وعشان حاجات كتيرة، وهي حاجات اعرفها وحاجات اكتر معرفهاش. سعاد، مدام سعاد لوحدها دلوقتي؟ لا، مع جدي طبعا. وانت يا نادي؟ انا مع بابا، لكن معظم الوقت بكون لوحدي. انت عايز منها ايه؟ عايز من مين؟ من من سعاد يا جابر. السؤال ده مش من حقك. يمكن لانك ما تقدرش تجاوبه او بتتهرب من الاجابة عليه، ويمكن برضه لاني مش مقتنع باللي بيسأله بصفته ايه. اوعى تتصور يا جابر ان ليك حق، اي حق، في واحده زي سعاد باهي. واوعى تتصور انت كمان ان من حقك تفرض وصيتك عليها.
او على اختيار لجابر كسباني. سعاد باهي اصعب من انها تكون اختيار، مجرد اختيار لجابر، وبرضه اكبر من انها تكون محتاجه لوصايتك جابر. ايوه يا امين. رهواني ما اساءش اليك ولا انا اسات اليه، لكن تصرفاتك كلها بتقول غير كده. اي تصرفات بالتحديد؟ كل تصرفاتك. كوني اعمل حفله عيد ميلاد لبنته، او اقدم لها هديه، او اشتري لها عربيه، او اعزمهم على رحله، بتعتبرها سي امين تصرفات بتسيء الى رهوان؟ كل ده ما فكرتش فيه بالنسبه لنديم مثلا، او بالنسبه لك، او بالنسبه لي. ناقص كمان تفرض علي او تحدد لي احلم بايه ومحلمش بايه. المشكله مش انك تحلم، المشكله في الطريقه اللي ممكن تفسر بيها احلامك. دي مشكلتي انا بقى. سعاد على خلاف مع الرهوان يا جابر، دي مشكله الرهوان. حتى لو كان الخلاف بسببك وبسبب تصرفاتك واحلامك المريضه المهزومه، وهي دي مشكلتك وبالتحديد يا امين. مشكلتي انا بتحاول دايما تكون البطل، الهيرو، الشجيع بتاع السينما، لكن طول عمرك ما بتلعبش غير ادوار الكومبارس، وما بتكونش غير دون كيشوت اللي بيحارب طواحين الهوى ولاي حاجه واي قضيه خايبه. يمكن ما كنتش البطل ولا قدرت اكون البطل زي ما بتقول، لكن ابدا وصدقني مش هسمح لك تفرض قوانينك او تفسر احلامك او تكون البطل او تكون الحلم اللي انت بتلاقي دايما اللي تقوله. وعلى فكره جابر، انا ما قلتش لسه اللي لازم تسمعه وبتشوقني دايما اسمعه. يعني نعم، ومفيش اخبار عن الحزب؟ حزب جابر كسباني. ايه اخر اخباره؟ والله ما اعرف يا حاج. ازاي بقى اذا كنت انا اعرفها يا ابني وانا قاعد هنا؟ وانت تعرفها منين وازاي يا حاج؟ منين؟ منكم. وازاي؟ برضو منكم ومن احوالكم واللي حاصل ما بينكم. لا دي بقى ما تتفهمش لوحدها. انت بتشوف رجب الرهواني؟ بحاول اتصل بيه ومش قادر اعثر عليه من اكتر من اسبوع. واخر مره قابلت فيها نديم؟ لا نديم ما عدتش اعرف الاقيه فين الايام دي. وجماعه الرهواني لسه غضبانين وسايبين البيت؟ مدام سعاد قاعده عند ابوها من يوم الخلاف اللي حصل بينها وبين الرهواني. شفت ازاي قدر عليكم اللي اسمه جابر باللي جاي بيه من بره وجايبه معاه؟ قدر علينا؟ لا طبعا يا حاج. ما تكبرش يا امين، اهو خلى كل واحد فيكم يدور على التاني وما يعترش عليه، وخلى نديم يخاصم رجب، ورجب يخاصم مراته، وبعد ما كنتم بتلاقوا بعض بقيتوا تهربوا من بعض وتخافوا تشوفوا بعض وتقول لي ما قدرش عليكم. جابر بيحلم يابا باللي عمره ما يتفسر. جابر ده لازم يتخلص من احلامه ويعترف بيني وبين نفسه انها احلام مستحيله وتفسيرها مستحيل، وتدخلي روحك في مغامره غير محسوبه وغير مضمونه. بيقول انه عايز يعمل حزب سياسي، حزب ضد التخلف والعجز والانحراف والزيف، لكن الحقيقه غير كده خالص يا فكريه. اللي عايز يعمله ويوصل له ويحققه هو حلم قديم مهزوم عاجز وحقير، لكن من سوء حظه انه اختار البيت اللي لا يمكن تعيش فيه احلامه او تتفسر. ايوه، لكن لزيه كسباني ده صعب انه يتنازل عن غروره او يعترف باخطائه. لكن لما يحارب بقى رجب بسعاد ويحارب سعاد ببنتها، يبقى لازم نجبره على الاعتراف بحقارته وحقاره كل احلامه وتفقيتها. قلبي معاك يا سعاد، وعشان كده عايزاكي تاخدي بالك قوي منه. هو جايز يكون صديق قديم لرجب، بالنسبة لي أنا ولا حاجة. أنا بيتهيألي إن صاحبكم ده مش عارف هو عاوز إيه بالتحديد. صاحبكم؟ صاحب مين يا جلال؟ صاحبنا؟ لا يا حبيبتي، لكن صاحب نجيب. بتقول نفسه يعمل حزب وعايز يغير ويصلح ويطور ويربي ويعلم، حتى الطبيخ عاوز يعلمه لكم. لا، وهيعمل جورنال وحيعمل كمان قناة فضائية، وده كله بقى عشان خاطر الحزب برضه يا بهيجة. هو حر بقى يعمل اللي عايز يعمله، ان شاء الله يعمل له سيرك ولا اراجوز. لكن قوليلي، انت مقلوبة عليه الايام دي بالشكل ده؟ راجل ناقص. راجل ايه؟ ناقص ومعندوش نظر. ليه؟
لاحظ ان هو صاحب نجيب جوزك. لا، اللي زيه ملوش صاحب ولا حبيب. ده حتى نجيب زعلان واخد على خاطره مني. ليه؟ مش بتقولي ان هو حيخلي الرجل التاني في حزبه؟ لا تاني ولا خامس، ده بيعامله ولا كأنه شغال عنده، يسخط وينطر ولا ايه ده كله. طب ونادين يقبل ليه يا بهيجة؟ اهو مش عايز يخسره الكلام. اه يعني مش عايز يخسره ويخسر نفسه. تعرفي انا نفسي في ايه يا دليل؟ نفسك في ايه يا بهيجة؟ نفسي اشوفها واقابلها واعرف منها اللي محدش يعرفه عنه غيرها. ايوة نفسي اشوف امه، وبعدها يديله تعظيم سلام يطحه. هعرفهم حالا يا نديم، او بالتحديد هعرفه. وده ولا دول بيتحركوا ضدك ازاي يعني؟ الشيء الظريف انه ممكن يكون واحد منكم. ها؟ والواحد ممكن يكون مين يعني؟ عشان ما تحصلش لخبطة يعني. نديم يا مرسي. لا لا استنى يا جابر. استنى ايه يا نديم؟ استنى ايه؟ عشان الامور ما تتفهمش غلط. المحامي اللي انت عرفتني بيه واللي ماسك القضية الخايبة ماله؟ بيقول ان اللي بيتابع القضية وبيصرف عليها واحد من اقرب اصدقائك. قضية ايه دي يا جابر؟ وقضية مين؟ والوحيد اللي يعرف حكاية القضية دي هو انت يا نديم. ايوه لكن لكن ايه؟ اكيد في حد تاني يعرف يا جابر. انا اول مرة اسمع كلام زي ده، وانا ما افتكرش امير عباس يعرف عنها حاجة. برضو كل شيء جايز. انت يا نديم اقسم لك، لكن اكيد ممكن تعرف مين هو. طب والله يا نجيم لو كنت قلت لسجابر باشا ده انا كنت زعلت منك زعل كبير. ما هم سيروا برضو يعرف يا بهيجة. يعرف من غيرك؟ يعرف من حد تاني؟ يعرف ولا ما يعرفش عنه؟ ما عرف. انا بيني وبينك انكسفت منه. انكسفت من جابر يعني؟ لا 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 مش جابر، من دولفين، فتحي دولفين. وانت تنكسف من فتحي ده ليه؟ عشان بصراحة هو مش هتجع مني عشان ما يقولش وانا اقول. طب ليه؟ لا وامين عباس مش صاحبه زيك، بس برضو اللي اسمه فتحي ده حكاية يا نجيب. ايوه بس برضو مش هتجع مني. اسماعيل فندي بيقول انه مش سليم واسف القلب بعد عنك. مرض مرض والعياذ بالله. امال ايه؟ ده قلبه جاحد يا امينه فندي، والجحود كفر وقل الدين. وهي صحتها عامله ايه الايام دي؟ هي ربنا العالم بحالها سبحانه قادر على كل شيء. بتسال عنها؟ ياه ودي فاتها السؤال قوي يا امينه فندي، لكن يا ريت تصدقني لو قلت لك بناقص منها القضيه دي خالص. ده مش بس كلامها هي ربنا يشفيها ويعافيها، لا ده كلام اختك نعمان. شوفي لو كنت خايفه انه او خايفه منه. خايفه يعني. خايفه منه؟ وهو اللي زيه ايش يكون؟ يخوف؟ طب ده العادي اسم الله على مقامك يتخاف عليه. يتخاف عليه من غضب ربنا. اللي زيه امين افندي، وما تزعلش منك من صاحبك يعني. هتفضل روحه متشعبطه، لا هي طايله ارض ولا طايله سمك. اللي بقولهولك ده تاريخ قديم، كان لازم تعرفيه وتذاكريه كويس. انا كنت علمي فهمت فكري. التاريخ اللي زي ده بيبقى زي اسمك، وما فيش فاطمة ادبي وفاطمة علم علوم. بس برضو كان كل شيء من طرف واحد، والكلام ده كان لازم سعاد تقولهولك يا فاطمة. على فكرة ماما سعاد خجولة جدا، ولو قالتلي كلام زي ده ممكن جدا وشها يحمر وتعرق وتنكسف مني. والله يا طنط ماما في كلام زي ده هي اللي بتنكسف مني. لكن ما افتكرش جدك الحاج باهي هينكسف منك يا بنت انت. لا جدي باهي لا. يبقى اسألي. ايوه اسألي جدك يا فاطمة. حافظ التاريخ ومذاكره صم. لا ومكتوب ومعمول على ايده كمان يا حبيبتي. يعني نديم ما يقولش، وفتح دار اخر كمان ما يقولش، وانت لحد دلوقتي مش عايز تقول له وتواجهه وتكشفه قدام نفسه وقدام كل المخدوعين ومنبهرين بيه. خلاص انا بقى اقول له،
انا قلت لك خليني اقابله. انا كنت مستني بس يتحكم في القضية ويصدر فيها حكم فعلا يا حاج. حكم ايه اللي انت مستنيه يا امين؟ الحكم على واحد زي جابر ده مش محتاج لمحاكم، لان اللي بين الابن وامه فوق حكم اي محكمة، والابن اللي زيه اتحكم عليه من يوم ومن لحظة ما قال لا لكل اللي يتقال له نعم وضروري يتقال له نعم. ولو ما قالهاش في مكانها والاصحابها واصحاب الحق فيها يبقى بيهرج. لا، ويبقى ملزمناش بالمرة. افتح افتح الباب شوف مين. ايوه ايوه اهلا وسهلا. مساء الخير يا مين. ممكن اهلا يا جابر، اتفضل. مساء الخير يا حاج. اهلا وسهلا، أنست وشرفت. الحاج عباس مش كده يا أمين؟ والدي يا جابر. أكيد طبعا. عن إذنكم لو عايزني في حاجة يا أمين أو لو احتجتني أنا في أوضتي. ما استغناش يا حاج. أنتوا فين؟ إحنا مين؟ أنت ونديم ورهواني. فجأة بقيت أدور عليكم وأنا ما رجعتش بس عشان أدور عليكم. يعني صراحة أنتوا مش قضيتي، مش قضية جابر السعيد اللي راجع عشانها وبس. طبعا، لانك اكيد مشغول بقضية تانية خالص. ابدا، برضو هو انتم احوالكم ظروفكم عشتكم افكاركم طموحاتكم ازاي تبقوا احسن واقوى وعارفين حقوقكم وبتاخدوها بكرامة، هي دي القضية الاهم. وهي برضو ممكن تعتبرها قضية احوال شخصية. قضية احوال شخصية؟ ايوه، القضية اللي لازم تشغل جابر السعيد. انهي قضية تقصد؟ قضية امك. توقفت ليه؟ اقعد. كان لازم اتوقع ان انت بتدور علينا ومش لاقينا. انت يا مين؟ انت؟ لكن لو دورت عليها هتلاقيها في انتظارك. انا غلطان اني جيتك. وكان الصح انك تكون عندها. امين اقعد. ما هو لمجرد انها اتجوزت بعد وفاة والدك، فده مش مبرر كفاية لتصرفاتك معاها. انا ما كنتش موافق. وكنت اصغر كتير من انك توافق او ترفض. حتى لو اتجوزت اللي كنت بكرهه وبيكرهني. يمكن لانك كنت بتحب ابوك وده حقك. يبقى كان لازم ترفضه وترفض الجواز منه وده برضه حقي. بس كان من حقها الجواز. وكان من حقي ارفض وارفضها. ايه؟ ترفض امك؟ لانها رفضتني. رفضتني في اللحظة اللي اختارت فيها تتجوز من غير ابويا وعلى غير رغبتي. الكلام ده ممكن يكون مقبول من عيل صغير. هو ده اللي لازم ادفع عنه للنهاية، لانه لسه موجود ولسه بيرفض. بتصور انه محتاج للعلاج مش للي يدافع عنه. ومع ذلك حاولت اساعدها بفلوس جابر كسباني ومش باحساس ومشاعر وعاطفة الابن جابر. الابن اللي اتنازلت عنه، الابن اللي عاشت عمرها كله تحلم برجوعه وتتمنى تشوفه وتضمه في حضنها، الابن اللي مات من اكتر من 30 سنة وباختيارها. لكن بالنسبة لها لا، بالنسبة لها حيعيش ولا يمكن يموت وغصب عنك. البوليس بحكم محكمة بقضية احوال شخصية وكل قانون تقدر بيه تسترد كل حقوقها منك. اخيرا بقالك قضية يا امين تشغل بيها نفسك وتملى فراغك. ومش ناوي اخسرها، مش لو سمحت لك انك تكسبها. انت بتحلم يا جابر. الو، اهلا وسهلا. ايوه موجود. مين معايا؟ اهلا اهلا. طب والله ابن حلال. لا لا لا، اهو خد يا نديم. معاك حضرتك. مين يا بهيجه؟ امين عباس. اهلا. الو، اهلا اهلا يا ام. اهلا يا حبيبي. ايه ايه امتى الكلام ده؟ فين؟ ايوه 10 دقايق واكون عندك. سلام. الموقف كان قاسي فعلا وكان صعب عليهم يتحمله. ومزاد ايه ده اللي عايزين يعملوه؟ ايوه، المحل هيتعرض في المزاد العالمي يا استاذ امين وبحكم محكمه. طيب دول مطلوب قد ايه يا مدام سعاد؟ لا، المطلوب كتير وكتير جدا، ده حوالي 350,000 ويمكن اكتر. المديونيه كبيره فعلا، لكن ربنا كبير. والدكاتره قالوا ايه؟ هو كويس دلوقتي الحمد لله، الحاله مستقره الحمد لله. طب والزيارة ممنوع؟ هو ممنوع من الكلام بس، لكن تقدر تشوفه. طب يا ريت. ايه؟ انا حوالي مالو يا امين. ازيك يا مدام سعاد؟ سلامت والف سلامة. الحمد لله،
متشكر. الدكاترة مانعينه من الكلام، لكن مدام سعاد بتقول ممكن نشوفه ونطمن عليه. يبقى ندخل نطمن عليه. كلام كتير لا يا نادين. كلام ايه بس؟ كلام ايه؟ انا عايز اطمن مش اتكلم. يلا يلا يا امين. يلا امال. استاذ امين. ايوه مدام سعاد افندم. ممكن اطلب منك حاجه صغيره لو سمحت؟ انا تحت امرك. لو جاب الكسباني لسه ما عرفش. هو فعلا لسه ما عرفش لحد دلوقتي. يبقى يا ريت ما يعرفش. خلاص مدام دي رغبتك. ولو عرف يا ريت ما يجيش المستشفى هنا وفي الوقت ده بالذات. أرجوك مدام سعاد أنا ممكن. ممكن تكون دي رغبتي أنا شخصيا، لكن بالتأكيد هتكون برضو رغبة راكب. وأنا تحت أمرك. وده اللي عشانه طلبتني دلوقتي يا جابر؟ لأنك أكيد هتكون حاولت تحرضهم ضدي وتخليهم ينقطعوا عني وعن اجتماعات الحزب. نديم والرهواني أولا أصحابك وزيهم زي، وثانيا الرهواني في المستشفى من اسبوع واكتر وخرج من المستشفى والحمد لله. وكل ده وانا معرفش يا مين. ومش مطلوب انك تعرف كل حاجة لا عن نديم ولا عن الرهواني. انت مش واصي عليهم ومش من حقك تفرض وسيطر عليهم. كفاية اكون اقرب لهم منك عشان اتكلم عنهم، لكن لو احتاجوا الصديق مش هيلاقوا غير جابر الكسباني. قصدك لو احتاجوا لفلوسه. وانا بتحداك يا مين. وانا قبلت التحدي. الرهواني مطلوب منه 398 الف جنيه يا امين. تقريبا. لا مش تقريبا، تقريبا دي تقولها انت. ومبلغ زي ده انا الوحيد اللي ممكن ادفعه وانقذه من الورطة الكبيرة اللي ممكن جدا تقتله او تسجنه وتهدم حياته. ولو قلتلك انه حيرفض انت تقوله متقوله. الرهواني حيرفض ونديم ما افتكرش عنده استعداد يستمر معي. انا اتحديتك يا امين، اتحديتك وبرهنك. وانا قابلت التحدي وقبلت رهانك. وتوعدني والاول مرة انك تعترف بهزيمتك. ده لو انت كسبت التحدي. شوف يا امين واسمعني كويس. بديت اللي احنا فيه ده دور واحد، يعني زلة محندقة كده صغيرة على قدي وقدك يا حاج. لا هو بيت دور واحد بجنينة مترين في مترين وما يتسماش فيلا. لكن بقى. لكن ايه بقى يا حاج؟ لكن لو اتباع الارض الايام دي غالية. انت عايز تبيعه؟ وناخد شقة صغيرة. طب وانت تبيع البيت اللي ورثته عن جدي وكبرت وكبرت انا فيه ليه؟ انت مش صاحبك محتاج فلوس. صاحبي محتاج فلوس؟ قصدي حضرتك رجب الرهوان. والبيت كبير علينا انا وانت، لكن لو اتباع. انت بترفض دايما انه يتباع يا حاج. انت يهمك صاحبك. ايوه طبعا، لكن لكن دي ما تتقالش الا في مكانها وزمانها. وقلتك لها دلوقتي يا امين لا في مكانها ولا في وقتها. وانا بقول لا يا رب، لا والف لا لكل اللي انت بتقوله ده. انا باخد رايك يا سعاد، انا ما بفرضش عليك رايي او راي اي حد تاني. كن جابر كسباني يساعدك. نبدا المساعده من صديق، محدش ممكن يعترض عليه. امال ايه اللي انت معترض عليه بالظبط دلوقتي؟ على الصديق نفسه. انا معترض على الصديق يا رجب. سبق وانت بنفسك اللي قلتيلي اطلب منه يساعدني، وقلتيلي انت مديون وهو معاه فلوس، وان حق الصداقة يفرض عليه مساعدتي. والحق ده هو ما يقدرش عليه وما بيعترفش بقوانينه. سعاد. ايوه يا رجب. انا كنت متصور ان جابر بيحركوا تاريخ قديم بيني وبينه، لكن اتضح لي من كلامه معايا انه بيرفض التعامل مع التاريخ. وهو فعلا كده طول عمره ومن وهو في المدرسة خايب وضعيف في التاريخ. وكنا ممكن مثلا نسقط في الانجليزي وجابر لوحده يسقط في التاريخ. ولو قلت لك ان جابر بيسقط في حاجات تانية كتير غير التاريخ والجغرافيا. لحظة يا سعاد، ان ممكن اتسجن وادخل السجن ويتحجز على البيت. وانا قلت لك ان بابا هيتصرف وهيبيع اراضيه الارض اللي في البلد. طب ولو يعني اعتبرت اللي هيدفعه جابر قرض، مجرد قرض، هقول لك برضه مش موافقه. ما هو يا جماعه، يا جماعه لو عايز بجد بجد يعمل حزب يجي يعمله هنا مش هناك. وفي نوادي رجال الاعمال ويعملوا هنا مش هناك. يعني ايه يا سي نديم؟ يعني حكايه غدا العمل والاجتماعات اللي بيعملها في الخمس والسبع نجوم دي ممكن يطلع منها اي حاجه الا انها يطلع منها حزب. ما انا قلت كده، قلت اطلع من البلد. وانت تطلع من البلد تروح فين بس يا رهواني؟
هو انت ليك غيرها ولا تنفع لغيرها؟ خلاص يا سيدي، يجي يعمل اجتماعاته هنا في قهوة البطاطا. الله، والبرستيج اللي كنت بتقول عليه يا نديم يا اخي فوتها فوتها. عرفته طبعا انه عايز يدفع لي ديوني ويتصالح مع الضرائب ويصفي كل القضايا. لا، وعايز كمان يناسب نديم. ايه، ويناسبك في مين يا نديم؟ في مين ده يا رهواني؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اهو كده اشوفكم واسمعكم. طب وعلي النعمة لميتكم مع بعض تشرح القلب الصحيح. الحمد لله بالسلامة، الحمد لله بالسلامة يا بهوات. الله يسلمك يا حاج بطاطا. عسى يكون طار بعيد عن حضراتكم. ده اللي هو مين ده بقى اللي طار يا حاج؟ اهو كل اللي من شر الجنة والناس. مش عايز تنضم الحزب جديد يا معلم بطاطا؟ لو معاكم ما عنديش مانع، ومن دلوقت حتى لو كان حزب المعقمين. ما تاخذنيش، ده بقى ما يحتاجش اعضاء، ده وبعيد عن السمعين يحتاج محلول جفاف. طب والنبي مش باين له حيجي يا سي فتحي فندم؟ تلاقيه انشغل مع بتوع الحزب. خلاص امشي انا بقى، بس سايقه عليك النبي تقول له اللي قلتهولك. ايوه، يمكن تكون اخر مره اجيله فيها مكتبه. وهو جابني الا الشديد القوي، لولاش بقى طولت العمر لك يا اخويا الست ام جابر يعني، والاعمار بيد الله سبحانه. وبرضه عايزه تشوف الباشا جابر؟ مش ابنها، وما حدش عارف هيلحق ولا ما يلحقش. لا توافق ده ايه؟ ثم انت مين قالك انها هتوافق يا نجيم؟ ما هي لو كانت ناويه ترفضه كانت قالت لا ورفضته وانت هنا، ثم تعالي هنا. هي مش قالت لك بكره تعرفي اللي يطمنك ويفرح قلبك؟ ايوه قالت لي كده. تبقى خلاص ناوية توافق وتقبل الجواز من جابر يا بهيجة. بس ده راجل ناقص. ناقص ولا زايد بقى، هي حرة. لا طبعا دلال مش حرة. ايه يا بهيجة، ايه ناوية تعملي حما من دلوقتي ولا ايه؟ معرفش ليه قلبي مقبوض من ناحيته الجدع ده. ما كان مفيش منه ولا زيه يا بهيجة. طب بذمتك كده يا نجيم، انت قلبك مش مقبوض برضو من ناحيته؟ اقولك حاجة؟ قول يا اخوي. انا اللي بخوفني بصراحة أمه. وأمه تخوفك أنت ليه وعشان إيه؟ ما بيشوفهاش ليه؟ ما بيشوفهاش ليه بس؟ عشان ناقص. على فكرة جلستها السبت الجاي. هحضرها معي. أنا مش هحضرها يا بهيجة، لكن بصراحة بقى أنا عايز أشوفها هي. برضو يبقى أشوفها معاك يا نجيب. وأنت يعني هتقولي لها إيه لو شفتيها؟ أقول لها إيه؟ اقول لها اللي كان نفسي اقوله لامي وما قلتهوش يا نجيم. يا سلام، ده كفايه اقول لها سلامتك. ايوه حاضر جاي. ايوه حاضر جاي. يلا يا عم احمد. سعاد وفاطمه بيقولوا لا وعايزيني ارفض، وانا بصراحه يا اخوانا محرج ومكسوف اقول له لا. انت فاكر يا رهواني المثل اللي بيقول اللي ينكسف من بنت عمه؟ اوعى تقول مش فاكر يا رهاني. اهو كمان اللي ينكسف يقول لا، وفي الوقت اللي لازم يقولها. يبقى زي اللي ينكسف من بنت عمه وبنت خاله وخالته كمان يا سي رهاني. لا، وحينكسف بعد كده كمان من نفسه. مساء الخير يا بهوات. مساء الفل يا مؤاخذة. الافندي بيسأل عليكم يا حضرات. السلام عليكم. فتحي ما تزعلش مني، ما بتجيش مرة إلا ولا مؤاخذة تاخد واحد من البهوات، وده اللي كان بيخوفني منك ومن مجيتك ليهم. أهلا وسهلا. أمال فين العربية؟ خير يا فتحي؟ في إيه؟ جابر بيه بقى عايز مين فينا؟ ولا يكونش عايزنا كلنا الليلة دي؟ أنت واقف ليه يا فتحي؟ ما تقعد. أقعد يا فتحي. ها؟ تشرب إيه؟ مش يمكن عنده تعليمات من الباشا انه ما يقعدش على قهوة بلدي؟ ايه مالك يا فتحي؟ حضراتكم اصحاب الباشا؟ ايوة اصحاب الباشا. الله، طب ما انت عارف يا سي فتحي ان احنا اصحابه. بس ابدا، انتوا حاجة تانية خالص غيره. ايه مش بشوات يعني؟ لا،
ولا هو كمان باشا. وفتحي دولفين بيقول ايه يا جماعة؟ انا مش دولفين، انا فتحي محيسن يا استاذ. ما كنتش متصور ان حضرتك ناوي فعلا تعملها وتبيع البيت. بكرة ان شاء الله بعد الظهر يكون نص تمن البيع عند صاحبك رهواني وفي ايده. معقول اللي بيحصل ده يا حاج؟ ومن المعقول اننا نقف نتفرج عليه ولا نسيب واحد زي اللي اسمه جابر يبيع ويشتري فيه ويتحكم ويفرض شروطه عليه وعلى بيته وعلى حياته؟ هقول لك ايه يا حاج عباس، انت ما تقولش يا امين، انت تاخد الفلوس بكرة وتكون بيها في بيته. من حقك تخافي عليا يا بهيجة. ده انا مربياك يا بنتي، ومع ذلك كنت عايزاني اتجوزه ورجعت في كلامي يا دلال. لكن انا بقى ما رجحتش في كلامي لحد دلوقتي. يعني ايه؟ يعني رايي فيه ما تغيرش. يبقى نديم يقول له انك مش موافقه ونخلص ونفضها سيره. بس انا بقى عايزاه يسمعها مني. اشمعنى يعني؟ عشان عايزه اتفرج عليه بعد ما يسمع رايي فيه. يبقى تقوليه وانا معاكي. ليه؟ معرفش، محدش عارف اللي زي جابر ده ممكن يعمل ايه ويعمله ازاي. ايه يعني؟ هيضربني بالرصاص ولا ايه؟ مين ده؟ ده انا كنت اغرس ضوافري في رقبته واكله واشرب من دمه. سبحان الله، ما كانش ده رايك فيه ابدا. الا قولي لي يا بهيجه، هو ايه اللي حصل خلاكي تغيري رايك منه بالشكل ده وتقلبي عليه 180 درجه؟ هي يا دلال. هي مين؟ الست ام جابر، ام البعيد جابر. طب ام جابر مالها؟ اصل انا شفتها. ايه؟ شفتيها؟ واللي له ام زيها ويبقى جابر كسباني بالشكل ده، لا يمكن ابدا يكون بني ادم حد يامن له او يصاحبه او حتى يدخله بيته. طب ما تخلعها ولا تقلعها من فوق دماغك. الحكاية مش بالبرنيطة يا ست نعمات، وكتير وياما مش لابسينها والخوجانة معششة جواهم واخداهم بعيد عن روحهم. يعني مش بس بالبرنيطة. ومال برضو عايزك تقلعها يا سفاكة وتشيلها كده بعيد عن دماغك تتملى عليه؟ طب والنبي لن تقلعها، لحها يا سفاكة بقى. اوكي بخاطر انا برضو يتقلي الدلعادي. اوكي سوري. لو النبي أنا... ولا يتقلي برضو دي كمان روخ. الاخ فتحي اتعود يقول الكلام اللي من النوع ده يا ست نعمات، لكن نيته سليمة وما يعرفش اللاوع ولا اللف والدوران. يوه، امال ايه؟ الدور والباقي على اللي تسمع منهم اللي يعجبك وتشوف منهم اسم الله على مقامك اللي يخليك تحدفهم بالطوب والحجارة وتخاصم روحك لو صدقته. الله، تسكت ليه يا سفادة؟ أنا بسمعكم ووحشت الكلام اللي زي رغيف العيش البلدي الطازة الصابح اللي بنار الفرن يا حاجة. أهو بيتكلم ولا أجدعها ابن بلد، مجدع وابن نكتة واللي في قلبه على لسانه. امال ايه؟ مش قلع اسم الله عليه الدلعادي البرنيطة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امينه فندم. ازيك يا اسماعيل فندم؟ ازيك يا فتحي؟ الله يسلمك يا استاذ فتحي. ايوه يا امين بيه. الجلسه بعد بكره وعايزك تكون موجود في الجلسه، ده طلب المحامي. اوكي يا اخويا، والنبي تقول ان شاء الله. يبقى هتمر عليا ونروح سوا المحكمه ان شاء الله. في امينة فندي يا داني. ايوه حاج. احنا يا اخويا اللي عايزين حبسه، ولا عايزين محكمه ولا قضيه ولا ايتها حاجه من دي خالص، ولا عايزين من سجابر به ايتها شيء بالمره. ايوه، لكن الست الحاجه ام جابر هي اللي ممكن تقول عايزه او مش عايزه. لا، كفاية عليها انها تشوفك وتشوف صفاتها. قال على فكرة يا سي امين، مش جات يا اخويا وطلبتها واحدة ست هانم بالتناس قوي وذوق ولسانها بينقط شهر؟ ودي مين هانم دي؟ ايوه، قالت لي انها مدام الاستاذ نديم. مدام بهيجة؟ ايوه هي دي مدام بهيجة، جات وقعدت النهار كله مع الحاجة مجابر. لا،
وضحكت معاها كتر ألف خير. مش عايز تيجي انت يا جابر، مصمم تتوه وتتغرب وتحلم بالمستحيل. انا مستعد للشهادة يا استاذ امين. وكلنا يا اخويا مستعدين للشهادة، بس بقى احنا مش عايزين، مش عايزينه، ولا هي كمان عايزاه، حتى ولو كان من وراء قلبها. الرحمة ما تجيش بمحكمة يا سي امين افندي. انا اللي يهمني المبدأ يا ست نعمان. والنبي لا مبدأ ولا مزنق، احنا اللي يهمنا انها تقوم بالسلامة ويشفيها المولى ويعطيها. الست محروسة مجابر، وربنا يهدي العاصي. ايوة معاك، زي ما بقولك كده، دول ما بيعرفوش يحلموا. لا، فين هم من احلام جابر يا صديقي؟ ايوة ايه يعني وماله؟ ايوة احلم لهم. ايه، هتيجي ترانزيت؟ اوكي يا صديقي، يلا مع السلامة. هو فين تليفونها؟ فين تليفونك يا سعاد يا باهي؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه، مش واخد بالك مني؟ مش فاكرني يا جابر بيه؟ اهلا وسهلا حضرتك. دلال منصور. اهلا وسهلا، انا اخت مدام بهيجة. مدام بهيجة. مدام بهيجة. ايوه انا اختها. مظبوط. ايوه فعلا صح. افتكرت. اهلا وسهلا. المفروض ان انا العروسه يا جابر بيه. عروسه؟ ايوه عروسه. مظبوط. انت كنت طلبت من اختي والاستاذ نديم. انا طلبت ايه؟ طلبتني للجواز، وطلبت كمان تسمع رايي واقوله لك بنفسي. اوكي، لانه فعلا من حقك تقولي رايك وبمنتهى الحريه وبعيد عن اي ضغوط من اي نوع. وبعيد عن اي ضغوط، انا جاي اقول لك رايي يا جابر بيه. رائع، لكن اسمحي لي اولا اقول لك اني ما عنديش اي مانع حقيقي في الجواز. انسة دلال. دلال يا جابر بيه. احنا ممكن جدا نعمل حفله الجواز الاثنين. ايوه يوم الاثنين. حفله جواز مين يا فندم؟ حفله جوازنا انا وانتي، واعتقد انه يوم الاثنين ده يوم مناسب جدا. حضرتك طلبتيني للجواز؟ اكيد، ما فيش مشاكل ابدا. وانا برفض الجواز. دي فلوس تمن الارض اللي باعها جدك باهي، صلى الفجر وجابها واداها لي. يا حبيبي يا جدو. لا، وعلى فكره طنط فكريه كمان. انا قلتلك يا ماما. انت قلتيلي ايه يا بنتي؟ طيب افتح الباب الاول. ايوه افندم. صباح الخير. بابا مش موجود حضرتك. ناني، طب مش هدخل الاول؟ قلت لحضرتك بابا مش موجود. ناني. وقلت لحضرتك انا فاطمه، اسمي فاطمه مش ناني. مين يا فاطمه؟ مدام سعاد. اهلا جابر بيه، اتفضل. ناني بتقولي؟ ناني ما قالتش، اللي قالت فاطمه رجب الرهواني. مدام سعاد. ايوه. انا كنت كلمت الرهواني بخصوص الديون اللي عليه، واللي انا مستعد ودلوقتي اسددها كلها عنه. وهو قال لك انه هياخد راينا؟ ايوه، وده اللي انا جاي اسمعه منك. ومني انا كمان يا انكل. انا مستعد. واحنا مش مستعدين يا جابر بيه. يعني ايه؟ يعني متشكلين، يعني بابا هيتصرف وهيسدد كل ديونه بطريقته. ورأي مدام سعاد؟ هو نفسه يا جابر بيه رأي فاطمة ورأي رجب الرهواني. أنا جيت أسمع رأي الرهواني، مش رأيك ولا رأيها. وأنا قلتلك بابا مش موجود. أنا بكلم مدام سعاد. وأنا بكلمك باسم بابا يا أنكل. استني يا فاطمة. أنكل جابر. فاطمة، يا ريت تيجي في أي وقت تاني يكون بابا فيه موجود في بيته. وبعدين معاك يا فاطمة. ناني. فاطمة يا أنكل. فاطمة أصغر من إنها تفهم العلاقة اللي بيني وبين الرهواني. وحضرتك مفروض أكبر من إنك تكون موجود في بيت صاحبه مش موجود فيه. فاطمة. عن إذنك. أنا آسفة. عشانك. تبقى فاطمة ما غلطتش. ولا أنا غلطت لما تصورت. لما تصورت إن من حقك تفرض أحلامك. من حقي أفسرها.
بس مش على حساب اللي بيرفضوها ويرفضوك. سعاد انت لازم تعرفي. مش قبل ما تعرف انت انك عمرك ما كنت في حياتي حتى مجرد حلم باهي، خايف، حقير، مرفوض. ومش قبل ما تعرف انك ما كنت تشوف اي لحظة لا انت ولا احلامك دي كلها شيء له وجود اطلاقا في حياتي. لاحظ اني ما تعودتش يا اس. يبقى ضروري تتعود من دلوقتي عليه يا كبير بيه. برافو عليكي. ايوه الو. ايوه بقول لك برافو عليكي. لا انا ما ينفعش في التليفون، انا جايالك بنفسي. وهو احنا اتخاصمنا الا على حسه؟ لو انت عارفاني ما بقش اتخاصم. طب الحمد لله يا ستي، الحمد لله انه ما خلانيش جليدة ولا شكيرة. حجيلك حجيلك يا حبيبتي والنبي جيالك. لا اله الا الله. هي قالت لك ايه يا بهيل؟ بتقولي سلامته سمع كلامها هي وفاطمة، ما حطش منطق. وهو حيجيبه منين المنطق؟ لا والبنت دلال كمان عطيتهم له. امال ايوه حاضر جاي. يعني ما تقبلش وترفض. ايوه لجنة الاحزاب رفضته ورفضت الحزب وبرنامج الحزب. يا عم امين معقمين ايه دول اللي جاي يقول عليهم؟ ما انت كنت مطوعه يا نديم. انا كنت بريحه والسلام. تريحه هو وتتعبني انا يا صاحبي. نديم لعبها معاه زي ما بيلعبها عشرة طاولة يا رهوان. اللي بيتغلبها صايمة. امال يعني مفيش حزب؟ طب تعرفوا انه صعبان عليا. لا ما تخافش على جابر. وما تقوليش ليه ما يصعبش عليك جابر. الفلوس كفت يا رهواني. الحمد لله الحمد لله. انا مش عارف اشكركم ازاي يا جماعة. تشكرنا ازاي بس؟ تشكرنا على ايه؟ وهو اللي انتوا عملتوه شوية يا نديم، انت ومدام بهيجة وامين والحج عباس وحماية الحج باهي. يا سلام قد ايه احنا طيبين وقد ايه احنا حلوين لما بنبقى مع بعض وجنب بعض. قصدك ملزوقين في بعض. ايوه كل واحد فينا يساوي صفر، لكن احنا كلنا مجتمعين بنساوي ملايين وملايين. بس مش ملايين جابر ولا احلام جابر. طب ما تقوموا بقى بينا كلنا كده نروح له مكتبه. انتوا عايزين رأيي؟ لو قمنا نروح لحد يبقى نروح لها. لأم جابر؟ أم للي يستاهل يكون ابنها يا رهواني. قوموا بينا. بينا على فين يا بهوان؟ رايحين مشوار لازم نروحه. يبقى لازما ولابد يكون في الخير. اما والله العظيم والله العظيم في الخير يا معلم بطاطا. الله طب ما تدوني مكان في وسطيكم. الخير ما يقولش لا ابدا. ولا نقدر اقول له لا يا بهوان. وقف تاكسي يا مسعد. يا اهلا يا اهلا يا خطوة عزيزة، انستم وشرفتم. نعمل قهوة ولا شاي ولا نجيب ازوزة؟ وما نعملش عشا ليه بقى يا اسماعيل افندي؟ لا احنا نتعشى سوا. وهو الجودة من موجود وعلى قد ما قصم كده ولقمة هنية تكفي مية. امال ايه؟ لا الف شكر يا ست نعماء، لكن ممكن نشرب شاي. خلاص لو كده بقى تبقى تشربوه معاك. الوقت متأخر ويمكن نتعبوها. تتعبوها؟ لو النبي والنبي ما يتعبها غير بعدكم عنها. طب دي اول ما سمعت صوتكم في المنظرة وهي بسم الله ما شاء الله اتردت فيها الروح ورفعت راسها كده من فوق المخدة وسألت عليكم واحد واحد. ما انتوا زي ولادها برضو يا بهوات. زي ليه يا اسماعيل افندي؟ لا يا اخوي، البهوات اسم الله عليهم ولاد، ولادها بالرسم والعرفي والشرعي كمان. اتفضل يا سي امين افندي، اتفضلوا يا بهوات، فرحوها وفرحوا قلبها بيكم. يلا يا استاذ رهوان. يلا يا استاذ نبيل اتفضل. والحاج ده المعلم بطاطا. وماله يا اخوي، نعمة ربنا برضو ما حدش يتبطر عليه. جايينك يا ابو جابر يا محروسة. مساء الخير. لا
استنى يا امين، في حاجه؟ كنت عايز تقولي اننا هنعزل بكره للشقه الجديده. انا عامل حسابي. لا امال ايه؟ قاعد منتظرك من اكتر من ساعه لوحده. مين؟ جابر. جابر كسباني. ادخل شوف عايزك ليه. طيب عن اذنك يا حاج. كل سنة وانتي طيبة يا فاطمة. ميرسي يا دانس. وعقبال 100 سنة حب وسعادة وهنا. ميرسي يا عمو. عرفتوا اخر الاخبار يا اخوانا؟ اخبار ايه واخبار مين؟ اخبار السعيد جابر. اخبار البعيد بعيد عنه. واخبار ايه بقى اللي عايزنا نعرفها عنه يا نديم؟ هو مش خبر خبر، لكن تقدروا تقولوا اعلان. اعلان مدفوع يا حضرات. وبيقول ايه الاعلان المدفوع ده عن جابر كسباني؟ جابر لاند. جابر لاند ارقى الملاهي والمدن السياحية العالمية. الافتتاح قريبا، انتظرونا. واخيرا اخيرا وجد جابر الدور اللي كان عايز يلعبه. ايوه، بس وحياة ابوه يلعبوا بعيد عني وعن بيتي. لا وبعيد عن السامعين. الله، انت فين يا رهوان؟ انت قاعد بعيد كده ليه؟ لا بابا اهو قاعد جنبي هنا يا ست ماما. يمكن ما نكونش احنا الاقوى ولا الاغنى، لكن دايما وباذن الله هنكون الاغلى والابقى. صح يا عمي، احنا مش الاغنى، لكن احنا الاغلى والابقى. إن شاء الله.